محمد حيدر. ونفذ كرة على العمود البعيد والتألق للزواري، كرة طويلة إلى حمزة، يلا يا حمزة وبالرأس. منافذ المؤدية للمرمى مهدي خليل، وكسى الجهة اليمنى وبالكاد لحق بها مهدي خليل. نشاهد مرة ثانية إحسان عبيدة تصويبة وتمرير الآن، كرة ولكن مقطوعة، تبقى الخطورة أردنية. تسديدة، تألق لمهدي خليل في اللقطة الماضية. منذر أبو عمارة، منذر يسدد والإبعاد يأتي، منذر يسدد من بعيد وأيضا من جديد، يظهر مهدي